نظمت غرفة الصيد البحري دورة تكوينية مكثفة في تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، خاصة تربية سمك البلطي لما له من أهمية كبرى في زيادة الإنتاج بقدرة وطنية. هذه الدورة التكوينية شارك فيها 18 فرد يعني من مختلف الأعمار والولايات أيضا. تابع هذه الدورة ورشة تقنية حول التحفيزات التي وضعتها الدولة من أجل تشجيع إنتاج هذا النوع من الأسماك. أيضا تم تنظيم خرجة ميدانية على مستوى إحدى مزارع الفلاحية التي تمارس تربية الأسماك، أين تلقى المشاركون يعني المعارف التطبيقية المتعلقة بتربية السمك وتقنيات والنظام المتبع.